الوداد تحول من غزاة افريقيا وقاها الفرق المغربية. الفريق ضحك في افريقيا وفي البطولة، والتعادل ديالو كونتر فريق اللي كيحتل حاليا مركز 16 في البطولة الوطنية هو خير دليل لهادشي اللي كنقول حاليا. وزيد هاد الفريق هذا ما كيقدم حتى شي مستوى يذكر في هاد الموسم هذا، فهنايا كتعرف باللي فريق الوداد كيعيش واحد الازمة اللي كبيرة بزاف. وانا بلا ما يجي شي زرق الكمارة ويقول لي باللي فريق الوداد ما يمتلكش اللاعبين، فاذا كان فريق الوداد ما تيمتلكش اللاعبين مزيانين، فشنو غادي نقولوا لفريق يوسفيه برشيد؟ لان كما قلت لكم يوسفيه برشيد في هاد الموسم كامل يلا جمع 15 نقطة، يعني من 24 جولة يلا انتصر تقريبا في 5 ديال المقابلات. اما اذا جينا نشوفوا الهجوم ديال فريق الوداد في هاد اخر 4 ديال المباريات، ابكوسرا اقسم بالله تيقتلك بالضحك. فتصوروا معايا في اخر 5 ديال الماتشات الهجوم ديال الفريق ما ماركا حتى شي بيت، يعني من 5 ديال المباريات زيرو بيت. وغير تصوروا معايا دابا فريق الوداد جاب لك انتدابات في الهجوم اللي كنا كنقولوا وازنة، منهم مثلا احداد ولا اوغونيس ولا سيدي بون عمار، وهاد اللاعبين كاملين اللي ذكر ما استطاعوا يماركيو حتى شي بيت في اخر 5 ديال المقابلات. وهذا بكل صراحة شوها الفريق الوداد وما خاصش يسكت عليها نهائيا. وزاد عاوتاني جينا نشوفوا غير الفرق اللي واجهها في اخر 4 ديال المباريات، راه كاع ما تيق باللي فريق الوداد كان تيتعثر معاهم، لان اذا رجعنا غير في الموسم اللي داز راه فريق الوداد كان تيضرب هاد الفرق هذا بواحد النتائج الكبيرة. فمثلا شفنا تيتعادل مع نهضة الزمامرة، وزيد عاوتاني كيخسر مع اتحاد طنجة بجوج لزيرو، وزيد عاوتاني اليوم كنشوفوا تعادل مع يوسفية برشيد. فرق بكل صراحة مع الاحترام ديالي الكامل ليها ماشي من طينة فريق الوداد اللي كان غير في الموسم اللي داز كيرعب كبار الفرق الافريقية. اما حاليا وكما كنشوفوا باللي فريق الوداد رجع ضحكة في البطولة الوطنية، واللي كان عنده شي حساب قديم مع فريق الوداد فيستغل هذا الموسم هذا ويحاول يرد الصرف ديالو، لان فريق الوداد كما عارفين كيعيش واحد الازمة اللي كبيرة بزاف، وهادشي كنهضروا غير في البطولة الوطنية. اما افريقيا شفنا فريق الوداد كيخسر مع فرق مغمورة عباد الله، واقرب مثال لهادشي هو جوانين جالاكسي البوتسواني، وبلا ما نهضروا على سيمبا التنزاني ولا اسيك موميزر ايفواري. فهاد الفرق هادو الافريقية ما عندهم تاريخ في افريقيا وماشي شي فرق قوية اصلا باش تعثر معاهم ولا تخسر ولا تعادل. ولكن كما كنقولوا باللي فريق الوداد حاليا كيعيش واحد الازمة اللي كبيرة بزاف، على هادشي بلا ما تجينا غريبة البارح تعادل مع يوسفية برشيد. واخا هاد الفريق هذا كيتعتبر ضعيف بزاف هاد الموسم هذا، ولكن كما كنقولوا باللي فريق الوداد حاليا كيعيش واحد الفراغ اللي كبير، وخاص الإدارة ديال الفريق ضروري تبقى مركزة مزيان في هاد المرحلة هادي ويبداو عاوتاني من جديد في البناء ديال فريق الوداد باش ابتداء من الموسم الجاي يكون منافس على اللقب ديال البطولة الوطنية. المقوم نسالي الفيديو في الكومنتات وعطوني الرأي ديالكم في تعادل ديال فريق الوداد كونتر فريق يوسفية برشيد، ويلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.